في المقابل بقى يعني شوف الدنيا الحمد لله رب العالمين ظابطه الى حد كبير مع محمد صلاح. في المقابل بقى رونالدو كان في منتهى الحزن اللي في الدنيا نظرا لخساره مباراه مهمه جدا امام واتفورد اللي فاز على مانشستر يونايتد بنتيجه 4-1 ضمن منافسات الجوله ال 12 من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم. سجل رباعيه اصحاب الارض كل من اللاعب النرويجي جاشوا كينج والسنغالي اسماعيل اسار والبرازيلي جواو بيدرو والنيجيري ايمانويل دانس، فيما سجل هدف اليونايتد الوحيد اليتيم اللاعب الهولندي دوني فان. بالمناسبه اليونايتد لعب ب 10 لاعبين فقط منذ الدقيقه 69 بعد ما طرد قائد الفريق هاري ماجواير بعد ما حصل على الانذار الثاني، وتعتبر دي هي الخساره الرابعه لمانشستر يونايتد في المباريات الخمسه الاخيره في الدوري، ليتجمد رصيده بالتالي عند 17 نقطه في المركز السابع. في المقابل رفع واتفورد رصيده ل 13 نقطه في المركز ال 16 على جدول ترتيب فرق البريمير ليج. وطبعا بعد النتيجه اللي نقدر نقول عليها مذله دي اللي حصلت امبارح، وطبقا لكثير من الصحف الانجليزيه منها التايمز، قررت إدارة مانشستر يونايتد إقالة سولشاير من منصبه كمدير فني للفريق. ما هو مش طبيعي إن فريق بحجم مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة زي دي بنتيجة 4-1. كمان مانشستر يونايتد يعني هو أي نعم حقق في الموسم الحالي 5 انتصارات لكنه اتعادل مرتين وتعرض لخمس هزائم. لكن على كل حال هنشوف ايه اللي هيحصل ومين المدرب اللي جاي، وهنشوف الماتش اللي جاي كمان يوم الثلاثاء ان شاء الله امام فياريال الاسباني في دوري الابطال هينتج عنه ايه، ويا ترى مانشستر يونايتد هيعمل ايه في هذه يعني هذه المباراه وهذا اللقاء، والدنيا مش ضابطه خالص مع مانشستر يونايتد ومش ضابطه خالص مع رونالدو. خالص. بص، إقالة سولشاير احنا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات تقريبا، وكنا بنسأل ضيوفنا يعني من المعلقين الرياضيين المحترمين جدا اللي يعني بنستضيفهم نفس السؤال. طيب لو بنتكلم عن الدوري الإنجليزي وبعض المديرين الفنيين اللي عليهم علامات استفهام، فهل احنا بنتكلم هنا ان سولشاير من هذه القائمة اللي ربما سيتم استبعادها ولا لا، إقالتها ولا لا؟ بس خلي بالك من حاجة، لو انت فاكر يا كريم كانت الإجابة ان سولشاير صعب شوية دلوقتي يتم إقالته، لو انت فاكر كان الرد كده كان ما فيش يعني الموسم لسه في اول نص او ما وصلش رغم الاداء الغير جيد، لكن سولشاير لا هيكمل. فاحنا حتى كنا وقتها بنتكلم انا وكريم مع ضيفنا يعني معقوله، بس فعلا مانشستر يونايتد حاليا الاداء بتاعه سيء جدا ومش ده الناس متوقعينه ومش ده السبونسرز متوقعينه، يعني ليها قد تكون نتائج سلبيه جدا على الفريق بقى لو استمر بهذا الشكل، وده اصلا شيء ما كانش متوقع منذ انضمام. يعني عايز اقول لك على حاجه، ده بعد انضمام كمان يعني كريستيانو اعتقد ان مانشستر اداؤه بقى اسوأ، وده غريب يعني احنا ما شفناش الاداء ده في الموسم اللي فات لما كمان بنتكلم انضمام كريستيانو رونالدو دلوقتي. ما هذا؟ ماذا يحدث على هو يعني بعض المانشستات كانت بتتكلم. عايز اقول لك انه كمان في لقطات كتير لكريستيانو رونالدو في مجموعه مختلفه من المباريات، كل رياكشنات الحزن مش مصدق على وشه. لا طبعا دي حقيقه. خلي بالك بالنسبه لحد يعني بالحجم ده اللي بيحصل له ده او اللي بيحصل لفريقه ده يعتبر مهانه. هو ما كانش الود وده كده، هو كان الود وده من اول ما يحط رجله مع الفريق الجديد في اول مباراه ليه يولعوا الدنيا عشان حتى يبرر الرقم الكبير اللي هو خصوصا خد. ده التاريخ بتاعه مع النادي طبعا. يعني هو ده تاريخه من بدايته مع مانشستر يونايتد والتألق اللي هو كان يعني محققه وقتها. فطبعا دي نهايه حزينه، او مش عايزين نقول نهايه، خلينا نقول فتره حزينه. نامل ان النادي يعود مره ثانيه يعني لقوته، لان هو ده اللي احنا نعرفه عن مانشستر يونايتد وعن كريستيانو اكيد بشكل كبير جدا. لكن حاول بقى اقاله سولشاير ناس زي ما انت قلت بعد لما ده تم، رغم ان هو كان الى حد ما غير متوقع، لكن لقى يعني فرحه كبيره جدا في الشوارع الانجليزيه. لان الموضوع فعلا اصبح غير مقبول تماما يعني.